ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير دايما. معاكم اليوم من قناة كرش بوي وحبيب قلبي كيرو. عاملين ايه يا جميل؟ منورين بس في عتاب. انا في عتاب كبير كمان. انا زعلان منكم، مش منكم كلكم طبعا، من 3 4 اشخاص كده اللي دخلوا في الفيديو بتاع ديجز، والناس قاعده تقول الناس كانت واقفه، المدير والكلام ده كله. طب اللي انتم ما تعرفوهوش ان احنا في اي تصوير خارجي في المطعم بيبقى ورا الكاميرا في 5 7 8 في ناس كتير بتبقى واقفه، المدير بقى لو موجود، صاحب المحل لو موجود، شويه من الاستاف، فده طبيعي جدا ورا الكاميرا ان بيبقى في ناس واقفه. انتوا شفتوها المره اللي فاتت علشان كان في مرايه. بس في الاخر احنا عملنا ايه؟ احنا اعترضنا على كميه ايتمات ما شاء الله في الموضوع. فعلا اعتراضاتنا كانت على حاجات كتير، والمدير يعني واقف، فده المفروض يعني يزود لكم مصداقيه، مش تخبطوا يعني فينا. حد واقف او مش حد واقف ده ما بيأثرش على راينا، احنا بنقول راينا بكل حياديه. بس يعني خلصنا من قصه ريجاز، بس كله يبقى مقتنع بالموضوع ده بعد اذنكم، عشان احنا والله بنتعب عشانكم وبنحاول نقول لكم يعني راينا، عشان ما تنزلوش تصرفوا فلوسكم على الفاضي. لو مطعم وحش او ايتم وحش ما يبقاش معاك 50 جنيه في جيبك وفي الاخر تنزل تصرفها وحاجه ما تعجبكش. فاحنا بنعمل كل ده عشان الحاجه اللي هتدفع فيها فلوس تعجبك. ما علينا، بدون مقدمات طويله، بعد المقدمه الطويله دي، احنا النهارده في تشيكانا بالظبط. جبنا المنيو كله من تشيكانا واحنا في المطعم. النهارده يوم دلع، يوم دلع وفي المطعم، يعني كل حاجه بنعملها لكم، وطبعا هنقول راينا بمنتهى الحياديه، يعني ما فيهوش كلام عامه، مش واخدين جنيه كالعاده. لسه مش عارفين بصراحه هندفع ولا لا، عشان المصاريف معاكم بس 90% هندفع. هتفهموا ليه، لان الدفع قليل قوي النهارده، لان في اوفر اساسا الشيكانا عامله، هقوله لكم في نص الفيديو. الاوفر اللي عامله هو يبقى من حد الاربع عامه، بس هتعرفوا في نص الفيديو. بس في حاجه ثانيه عايز تضيفها؟ لا، وما تروحوش اي حته، ما تروحوش اي حته لغايه ما نرجع لكم بالمنيو الكامل بتاع تشيكانا. وهوب رجعنا لكم تاني. هنبتدي بالابيتايزرز كده زي ما انتم شايفين. في هنا موتزاريلا ستيكس، وفي هالبينو تشيدر ستيكس، وفي شويه اونيون رينز. انا مش هبتدي بالاونيون رينز عشان خايف لحسن تطلع باودر. فتعالى نبتدي بايه؟ تعالى نبتدي دي شكلها اللي هي الهالبينو والصوصات. بس عشان الصوت كله الصوت بتفتح بسهوله. تعالى ندوقها الاول. يلا دي تشيدر، بس فين الهالبينو؟ هغوص فيها شويه لغايه ما اوجد الهالبينو. الهالبينو شكله مفروم فيها. لسه كنت هقول له والله. تعالوا ندوقها. ده بقى ده صوص دايناميت، المفروض انه سبايسي، هو لونه ما شاء الله لذيذه. نوع الشيدر حلو قوي قوي قوي. حابب اقول الشيدر طعمه جميل جميل، وتحس انه ملكي كده، ومع صوص الدايناميت احلى. هي حلوه مع الدايناميت وحلوه مع الرانش، الاثنين طعمهم حلو. تمام، انا عجباني قوي حتى هي لوحدها، بس عندي تعقيب بسيط. انا كان نفسي يبقى فيها قطعه هالبينو ظاهره واضحه، بس هي في التيست واضح قوي، بس كان نفسي اشوفها بعناية، يعني تبقى قطعه اكبر شويه. بس اوكي، موافق تماما، لان الشيدر اللي جوه حلو جدا. يلا بينا موتزاريلا، خش على الموتزاريلا، مش عايزين نطول عشان المنيو فيه حاجات كتيره ما شاء الله. انا هدوها ليه الاول بالصوص، هدوها لوحدها الاول. دايما الشيدر بتكسب معايا، مش عارف ليه، ده اساسا. الموتزاريلا يعني التيست بتاعها عادم قوي، يعني مش حاسسها بصراحه. ده رايي انا. ندوقها مع الصوص الفاير اللي عجبني ده. انا مش حاسس بطعم فيها بصراحه. لا، الشيدر ستيكس احلى بكتير طبعا. رايك؟ طيب، انا اتفق مع جو، بس انا عندي تعقيب. الموتزاريلا دايما الجبن الموتزاريلا عامه ما بيبقاش ليها طعم، فالطعم بيبقى في البريدنج. تمام، فانا شايفها ان طعمها جميل بالبريدنج. هي ايه طعمها جميل؟ الموتزاريلا ستيكس طعمها الموتزاريلا. الموتزاريلا، بص، جبنه الموتزاريلا ما بيبقاش ليها طعم، بيبقى الرق على البريدنج. انا عامه انا ما حسيتش طعمها. طعمه جميل وطعمها احلى اكتر مع الرانش، مش مع الدايناميت. والله ده انا مجربه مع الرانش. جرب مع الرانش عشان هيبقى فاتك كتير. الرانش تحفه. بيوديها حته ثانيه لوحدها. لا، مش هتحسه بطعم قوي مع الرانش. حلوه. طيب نخش على مين رينز. يا رب يبقى حلقات بصل وليس باودر. برضو اللي هي البصل النص مفروم زي اللي كان في ديجز. لا، ده طعم البصل مسكر. واضح. هدوقها مع صوص الفاير كالعاده.
صوصي المفضل تحفه. ما رأيش تحفه. طيب الابيتايزرز رقم واحد طبعا الهالبينو اللي هي مع الشيدر. الموتزاريلا انا ما كيفتنيش. الاونيون رينجز لا كويسه. انا التلاته بالنسبه لي حلوين. الشيدر اول واحده فعلا والاثنين تانيين زي بعض ماشي مع كيرو برضو. يلا بينا بقى نخش على الحدث الرسمي. لا نخش بالريزو الاول وبعد كده نخش على الساندوتشات. طيب وبالنسبه للاسعار لمده ثانيتين ثلاثه دلوقتي على الشاشه هسيب لكم المنيو. يلا بينا بقى نخش على هذا الشبح. ده ريزو بالجمبري بصوص سويت شيلي كده اللي هو الصوص زي بتاع الريزو بتاع كي اف سي. هو نفس الريحه بالظبط. يلا بينا ندوق. اتفضل دوق. هنا اسمه تايجر صوص. تمام يلا شكله عارفين. طيب الرز طعمه جميل جدا مفلفل. صوص التايجر صوص برضو الشطه فيه باينه قوي. الجمبري بيقرمش طعمه حلو قوي. انا بحب الجمبري المقرمش. بالنسبه لي 10 10. نسمع راي جو. الرز حلو جدا. الصوص تحفه. الجمبري انا حاسس فيه عضه سنه بس هو فريش والبريدنج بتاعه حلو جدا لونه ذهبي. يعني ممكن امسك جمبريه واوريها لكم. بس انا حاسس انه كان في عضه زياده معايا. انا بالنسبه لي في قرمشه يعني بتبقى عامله زي الجمبري السويس بزياده سنه. انا بحبها. تمام. يعني لو تقييم بالارقام ده هياخد 8 بالنسبه لنا. 9. تمام يلا بينا بقى نخش على الحدث الرسمي الساندوتشات. طيب ويلا بينا بقى نخش على السعاده والروايح اللي طالعه بصراحه عظيمه. انا هبتدي بعمل بيك بوست. ده زي ما انتم شايفين ده فيه صدور دجاج وجبنه وشريحه سموك بيف مدخن وصوص باربيكيو وخس وطماطم ومايونيز ومخلل. وانا ككيلو انا مع كل واحد فينا هيديه ساندوتش. تمام عشان يكون يعني كبير. الساندوتش قالوا لنا لو هيتقسم هيتفرقوا خالص لان الساندوتش ما شاء الله مليان. فكل واحد فينا للاسف هيدوق ساندوتش رغم ان كان نفسي ادوس مع كيرو. بس يلا احنا هندوق ورا الكاميرا. طيب يلا قول لنا ده في ايه بقى. طيب ده تشيكن باربيكيو زي ما انتم شايفين كده. ده فيه قطع فراخ وجبنه ورومي مدخن وخس وطماطم ومايونيز ومخلل. طيب والاسعار جوسر هلكو. الاسعار خلاص بقى خدتوا سكرين شوت اكيد من الوقت اللي فات. كل ساندوتش بينزل معاه كل سلو ده اساسي في المطعم. يلا بينا ندوق عن الساندوتش ده. بصوا فتحة الفراخ ما شاء الله طالعه من الساندوتش من كل حته. هو انا كمان انوريكم اشمعنى جو يعني. ما هم شافوه يا حبيبي ما انا حطيته في اللي انت بتقول. يلا بينا ندوق. يلا بينا. لقمة العيش هنا مختلفة تماما. هغوط شويتين لان انا لسه ما دوتش الفراخ. هما مبدئيا عندهم حق لما قالوا لنا الساندوتش مش هينفع يتقسم. الموضوع الموضوع لحوا ست سنين انا اكيد دقني باظت. بس في متعه فظيعه وبالذات لقمه العيش اختيارها موفر جدا جدا جدا. حابب اقول انه جميل جدا 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 بجد يعني. احاول ارجع لكم تاني على نظافه. طيب انا كده ابتديت سعاده مع شيكانا. الساندوتش بدايه من العيش لقطعه الفراخ للصوصات الفراخ. بس كميه صوصات هنا بقى لعشاق الصوصات بجد. هنا صوصات احنا قعدنا استخدمنا كذا منديل فعلا عشان نعرف نرجع تاني نكلمكم. عندي قطعه البيف بيكن في الساندوتش بتاعي تحفه. اختيارهم للعيش تحفه. الخيار المخلل انا اول مره يعني اقرب ما يكون اللي بيعرفين الخيار المخلل لما بيبقى كوب دور مظبوط قوي في الخيار المخلل هو ده. فهم جايبين خيار مخلل لا 10 على 10. انا ده كول سلو. انا الساندوتش ده بصراحه اديله لا 9 حلو جدا. وتعالوا ندوق كول سلو. وقول رايك في الساندوتش بتاعك. كول سلو مظبوط على الشعره. في سن سكر زياده بس اللي هي اللي انا احبها قوي. لا مبسوط جدا برضو من الكول سلو. التسكيره محليه الكول سلو ده مفيش عطل. وطعمه جميل جدا وفريش والخضره فريش وفيها قرمشه حلوه قوي اللي هي قرمشه فريش. لا الكول سلو بجد من افضل الاماكن اللي بتعمل كول سلو. قول لنا بقى رايك. طيب الساندوتش بتاعي الرومي المدخن اللي فيه تحفه جدا يعني طعمه رائع. الكابوتشا الخضره حجم قطعه الفراخ الصوصات كله طعمه جميل جدا جدا جدا. بس انا غير جو انا هدي الساندوتش ده 10 من 10. تمام. انا من عشاق الباربيكيو. اي مطعم بروحه لازم اجرب ساندوتش الباربيكيو اذا كان برجر او فراخ.
ما بعدناش يعني الساندوتش بتاعي 9 بتاع كيلو 10 بجد الساندوتشات حلوه وعلى ما اظن قيمه مقابل السعر. يعني لما شفت لما كنت بختار في الاول الاسعار الاسعار حلوه جدا اتكلم في حاجه 50 جنيه يعني مش قصه يعني. تمام طيب يلا بينا نخش باللي بعد كده عشان بعديها هنقول لكم الاوفر اللي المطعم عامله هنا. طيب وتاني طلعه حضرت معانا جو خمنه جاب دبل ساندوتش دبل بس هو هيجي له دبل قريب يعني ده اسمه داينامايت. تمام زي ما انتم شايفين كده ده جواه صدور دجاج وجبنه ورومي مدخن وخس وطماطم ومايونيز وصوص داينامايت وصوص فولكينو مع شرائح الهالي بينو. تمام وانا اللي معايا ده اسمه اكسترا تشيزي وده زي ما انتم شايفين كده عباره عن قطع فراخ وصابع جبنه موتزاريلا وفرايد صوص جبنه وخس وطماطم ومايونيز ومخلل. يلا طيب. بينا ندوق السعاده. بص انا بتاعي يلا طب هاكله ازاي بجد؟ انا هاكله ازاي؟ ده هيتاكل ازاي؟ مش عارف. ممتاز. انا طبعا اخترت هذا الاخ عشان هو فيه ثلاث انواع شطه صوص الفولكينو والهالبينو ومش فاكر ايه الثالث بصراحه. لا طب ايه ده؟ الموضوع صعب يا جماعه. بالنسبه للاسعار بصراحه الناس دي يعني ما استخدموا فراخ ايه يا جماعه؟ فراخ حمير؟ التركي المدخن هدوق انا الكيلو ده او في الساندوتش اللي فات. يلا بينا ندوق. مش عارف. طب تقريبا انتوا شايفين وشي عامل ازاي. سيبوني ادوس معاه شويه عشان في متعه هنا بثلاث انواع الشطه اللي جوه دول وارجع اقول لكم رايي. طيب انا قلت اوريكم نفسي قبل ما امسح ايدي وبقي. انا كنت في خناقه هنا يا جماعه بس خناقه من السعاده. همسح طبعا الكلام ده كله وارجع اقول لكم رايي. جو مش قادر يسيب الساندوتش يعني خلصت كل ما يخلص يلغوص تاني كل ما يخلص يلغوص تاني. طيب انا هبدا قول بس انا مستعجل يعني عايز اقول رايي بسرعه. عم التشيزي ده طعمه جميل جدا في الشيدر وفي الموتزاريلا وفي الجبنه السايحه اللي هم حاطينها. طعم صوص الجبن فيه جميل جدا وفي نفس الوقت بيشد معاك وانت بتاكل ومدي طعم رائع. انا الساندوتش ده عجبني اديله 8 من 10. نسمع جو. تمام ده اسمه فولكينو صح؟ ده فولكينو. طيب لا استنى ده داينامايت. داينامايت عم ايه فولكينو داينامايت هي كلها حاجات بتفرقع فعلا لان هنا كميه السبايسي. الساندوتش ده اللي بتوع السبايسي التقال يعني مش اي حد سبايسي كده خفيف يجيب الساندوتش ده. لا ده سبايسي تقيل جدا. عايز اشكر العيش واشكر الخس اللي مستخدمينه فريش واشكر الخيار المخلل التحفه الكوليسترول. انا دقنا الكوليسترول قبل كده نسيت ولا ايه؟ ناكلها تاني. واشكر قطعه البانيه الجوسي الفريش السميكه يعني الساندوتش بجد. لا ما الدبل ما رشحوش لناس كتير رغم ان هو سعره حلو جدا بس دبل سعر هات سنجل يعني الدبل صعب يعني يلكم وتقيل وكل حاجه جميله فيه بصراحه. الساندوتش ده اللي انا اديله 10 من 10 واجي اكله مره واثنين وثلاثه لان ده ماي تايب. ده اللي انا بعشقه سبايسي تحفه وكل حاجه فريش ونظيفه. ده 10 من 10 بس تعقيب بسيط. انا في لغوصه الصوصات مع السبايسنس دي وكميه الفراخ دي انا ما حسيتش بقطعه التركي المدخن فممكن نخلي يبقى قطعتين تركي مدخن لو انا عايز اظهرها في ساندوتش دبل لان هي قطعه واحده هفق قوي على الساندوتش ده بس اجي اكله مره واثنين وثلاثه وعشره. قلنا راينا في الساندوتشين دول. يلا بينا نخش بالنقله اللي بعد كده. ده نسمع العرض الاول. نسمع العرض الاول. نقول العرض. قول معانا يا استاذ سيد الشركه السعوديه. النهارده يا جماعه شيكان عامله عرض حلو قوي من يوم الاحد ليوم الاربع. مش النهارده كل اسبوع من الاحد للاربع شيكان عامله الاوفر اللي كيلو هيقول عليه. تمام. هيبقى في فرع عادي التجمع اسيوط. اسيوط ايوه اربع فروع. الفرع عباره عن اوليو كان ييت 119 جنيه وده بيبقى عباره عن ده العرض اللي ب 119 جنيه. مظبوط. في الاول هينزل لك مثلا قطعتين او جارليك بريد لما تخلصهم او انت بتاكل فيهم هيبتدي ينزل لك بيتزا. ينزل لك بيتزا بعد كده لما تبتدي تاكل في البيتزا هينزل لك اربع قطع فراخ توست وهينزل لك معاها تونة وتشيز فرايز. سامحونا عشان في ضجه كبيره قوي في الموضوع تقريبا في حد بينتحر في المكان. وهينزل معاها كولا وبعد كده وانت بتاكل فيها هيروح منزل لك الحلو بقى سواء سينا بايتس او بيتزا صغيره تشوكليت. وخلصت الكلام ده وعايز تبتدي من اول وبالتالي بنفس ال 120 جنيه انت دافعها لو عايز تكرر اي حاجه قبل الحلو وبعد الحلو في اي وقت طول ما انت قاعد دافع ال 119 جنيه دول انت تقدر تاكل الحاجات دي الى ما لا نهايه. فاوفر بصراحه جميل من الحد للاربع موجود في تشيكانا ودبل بيز. وبالمناسبه احنا احتمال بعد الفيديو ده يعني نصور دبل بيز
وننزله لكم يوم الاربعاء اللي جاي. الفيديو ده طبعا هينزل يوم الاحد. لو صورنا دبل بيس بعديها وكل ده برضو يعني غالبا هيبقى نفس ال 119 جنيه. فممكن نعمل فيديو تاني اللي هو بتاع يوم الاربعاء اللي جاي دبل بيس. الله اعلم هنعمله ولا لا، على حسب هنشوف هنقدر ولا لا. يلا بينا نخش بالنقله اللي بعد كده. رابع طلع معانا النهارده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، ده تينيسي برجر ومع جو رانش تشيكن رانش. طيب يلا بينا نشوف بقى التينيسي ده جواه ايه. انا كان نفسي فيه بس هو حط عليه، بس هدوقه برده من ورا الكاميرا واقول لكم رايي فيه. قول لنا ده فيه ايه يا عم كيرو. طيب زي ما انتم شايفين كده ده عباره عن بيف برجر و وبصل مكرمل وباربيكيو مايونيز وجبنه شيدر مع صوص تينيسي وخس وطماطم وبصل ومخلل. طيب والاخ بتاعي انا عباره عن صدور دجاج جبنه رومي مدخن خس طماطم مايونيز خيار مخلل وصوص الرانش. يلا بينا ندوق. يلا بينا. شايف الحس ده يعني مش عارف ده 150 جرام ازاي ده. انا اتمنى بس اهم حاجه اتمنى ان اللي بينزل لنا ده يبقى هو اللي بينزل لكم، علشان دي حاجه بقى انا ما بضمنهاش. بس يعني هما كاتبين الموازين بصراحه، وعلى ما اظن يعني احنا مش مجهزين معاهم ان احنا جايين نصور ولا اي حاجه، فالحاجه نازله لنا كده المفروض، ف ده الستاندرد. يلا بينا ندوق. فوقنا قوي. طيب انا عندي اعتراض هنا للاسف، للاسف الشديد، قطعه الفراخ بصوا يعني فيها شده وحشه قوي، مش عارف ليه المره دي رغم الفراخ اللي دقناها اربعه قبل كده كانت تحفه، لا هنا الفراخ بتشد جامد قوي يعني فيها تجديده مش حلوه. لا هذا الساندوتش مش هقيمه، خليني محترم، احنا في مطعم وبره، لا مش هقيمه. هنشوف رايك كيرو في الساندوتش بتاعه. باين عليا رايك، باين عليا. طيب ادوق انا برضو عشان يمكن يطلع حلو وابقى اديت حاجه حلوه. بس الساندوتش اللي هو التشيكن رانش، مش فكره التشيكن رانش، قطعه الفراخ للاسف جايالي بتشد شده فظيعه يعني. هوريكم عشان ايه نبقى مش عارف، مش هيبان لكم، بس عامه يعني في ثانية واحده هتدوق انت. طيب الشده بتاعتها وحشه قوي يعني، مش حلوه خالص، باين انها مش مستويه كويس تقريبا. هدوق انا عم البرجر بتاع كيرو ده. ينفع كده يا جماعه؟ يا ابن الحظ ينفع. ينفع كده يا جماعه؟ تحفظ. يلا بينا نخش بالنقله اللي بعد كده. طيب وهيا بنا الى اخر طلع معانا، وانا زعلان بصراحه يعني، كنت عايز الموضوع يطول شويه بس قشطه. انا بتاعي هذا الساندوتش الاخير بالنسبه لي هو مشروم برجر، وده عباره عن بيف برجر 150 جرام ومشروم بصوص البيبر ومايونيز وجبنه تشيدر وخس وطماطم ومايونيز وخيار مخلل. قول لنا بتاعك ايه يا عم كيرو. طيب وده الوحش اللي قصادي ده اللي جوع عينه هتاكله، عمال ياخد هو حاجات دبل وتريبل وكبيره وبتاع وانا اللي عمال البس. قول يا عم كيرو. ده تشيكن دويتو بيف برجر 200 جرام و200 جرام فراخ، حلقات بصل وصوص باربيكيو وجبنه ومايونيز وخس وطماطم ومخلل، وليله كبيره قوي 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 ساعتك. طيب يعني هو واخد 400 جرام وانا 150 جرام، بس انا شايف ان القطعه بصراحه ما شاء الله يعني القطعه حاسس ان المتوصيين ليا الله اعلم، لان القطعه بتاعتي دي اكبر من 150 جرام. بس يلا بينا، اتمنى بجد ان ده اللي ينزل لكم يعني. الساندوتش بصراحه خناقه بجد، مش عارف ناكل ازاي الصراحه. نقسمه بالنص. يلا بينا ندوق. يلا بينا. المشروم والبرجر والخيار المخلل رزعوا في نافوخي وفي قلبي مش في بقي بجد. هدوس شويتين في الساندوتش ده وارجع لكم تاني. طيب انا دقت الجزء الاولاني من الساندوتش بتاعي وطعمه جميل جدا 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 جدا. البرجر طعمه حلو جدا، جوسي جدا، وطعم الصوصات والاونين رينج كل حاجه يعني تحفه جدا. هنبدا بقى ندوق ايه الجزء اللي في الفرايز. يلا بينا. طيب اقول لكم رايي انا في الخناقه اللي انا فيها دي، بس يعني مش حاسس ان ده الحجم ده بصراحه اللي هو 150 جرام، انا مش حاسس كده خالص. لا ساندوتش كبير قوي، فلو هينزل لكم ده لا يعني تعالوا جربوا قولوا لي رايكم. المشروم هنا الحمد لله مشروم فريش بالصوص اللي عليه، بقطعه البرجر المقرمشه من بره، عشان انا اشتكيت من البرجر اللي فات ان هو محتاج يتقرص عليه شويه التسويه، فهم بصراحه في البرجر اللي بعد كده ظبطوها يعني. لا دي حاجه
شابو بجد، اشكر المطعم والقائم والاداريين على هذه الحركه. ان انا اشتكي من الساندوتش اللي فات يجي لي الساندوتش ده مظبوط، برافو برافو. يعني دي عوامل النجاح، 10 من 10 بجد حقيقي، 10 من 10 بدون تطبيل ولا مجامله. هذا الساندوتش 10 من 10. هنشوف بقى الاستاذ كيرو لما يخلص خناق مع الساندوتش بتاعه ده هيقول لنا عليه ايه. الفراخ ما عجبتنيش، ما عجبتنيش. طيب كيرو الفراخ ما عجبتوش، ادوقها انا. عامل زي الفراخ البانيه ومش عارف كيرو انه ما ينبسطش، دي قليل قوي. ادوق انا واشوف، هو جوي ويوصف لكم كويس. انا افضل كانت تبقى زيها زي الفراخ العاديه. بص هي مش جوسي خالص للاسف، ماشي هي ناشفه، انا مش معترض. بس برضه في التكستشر يعني اللحم، في طعم في اللحم مكتومه، انا ما انبسطتش يعني منها برضه. بس هي كانت عايزه ساندوتش، كانت عايزه تبقى زنجر زي الباقي. بص انا هقول لك حاجه، عشان انت طلعت في الساندوتش ده فربنا اداك على قد نيتك، وانا بص اهو في منتهى السعاده. ده نصاب، ده اكبر نصاب ده يا جدعان، عشان تبقوا عارفين يعني جو ده اكبر نصاب. طيب لا بجد النهارده انا بالنسبه لي بس هي عامه كتجربه فهي جميله جدا جدا جدا. رص رصتك في سندوتشاتك انت، وانا رص رصيت في سندوتشاتي. هقول انا رصيتي على ما هو جمع رصيته. انا طبعا اللي هو الفولكينو اللي هو السبايسي الدبل ده لازم لازم تيجوا تجربوه، بس سنجل مش هتقدروا على الدبل بجد. يليها هذا الاخ تحفه، البرجر اللي هو اللي بالمشروم ده عظيم عظيم عظيم. ايه التاني اللي انا اكلته؟ للاسف الرانش ما كانش مستوي فطبعا ما خيرتوش. الريزو للاسف الجمبري ما عجبنيش. الابيتايزرز اكتر حاجه زي ما قلت لكم عجبني اللي هو التشيدر بالهالبينو. بس ده كده تقييم انا كله النهارده، قول لنا تقييمك يا عم كيرو. طيب التشيزي مادنس كانت حلوه، او اكسترا تشيزي اسم الساندوتش. الباربيكيو كان جميل، البرجر التينسي كان تحفه. في واحد رابع مش ماشي، بس قلت اكتر حاجتين يعني عاجبينك. قول اكتر ثلاثه عاجبيني، هو الرابع صدقني ممكن يبقى كويس برضه يعني. طيب واديك عرفتوا راينا في عم تشيكانا، تجربه لا تعالوا جربوا بالنسبه للاسعار والكميات والكواليتي. يعني 95% الاكل كله عجبنا، حلو جدا. لا مش 95%، حوالي 80%. خليك قول ليه 80؟ هو في ثلاث اربع حاجات، جمبري وده جمبري وده والحته لا الرانش ده ما كانش مستوي. انا بالنسبه لي 80%، بس مبسوط جدا وارشح لكم المكان اللي كنتوا تجربوه. انا نصاب فين؟ قولوا مين اللي نصاب فينا بقى والنبي، يعني بعد كل الندى شوفوا مين اللي نصاب. بس طيب لازم تيجوا تجربوا سواء البرجر هذا او اللي هو البولكينو تحفه، والحاجات اللي قال عليها كيرو. بس عايز تقول حاجه قبل ما اقفل؟ لا زي الفل. ولو عجبكم الفيديو نوصله 3000 لايك يا ريت. ثلاثه بعد اول فيديو نطلب فيه 3000. انتوا تجيبوا 2000 سهله وبتاع، فدلوقتي عايزين 3 بس. ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده، وكان معكم جو كيرش بوي وكيرو. سلام.